منهج الاحتلال العنصري في تعامله مع الشعوب غير الفارسية والواقعة تحت حكمه وسلطانه، وأيضا ممثلون عن شعوب غير فارسية يعلنون عن انضمامهم إلى ائتلاف الشعوب المتضررة من إرهاب النظام الإيراني والذي تم تأسيسه مؤخرا برعاية وتنسيق من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز. إذن سنخوض في هذين الموضوعين، ولكن بعد هذا التقرير التالي ابقوا معنا. منهج عنصري يتحكم بكافة أجهزة سلطات الاحتلال، يتسلط فيها الفرس على الشعوب غير الفارسية بدعوى أنهم أكثر ذكاء وتحضرا عن بقية الشعوب الواقعة تحت حكمهم، وتتغذى هذه العنصرية من تضمين المناهج الدراسية ما يقلل من أهمية العرب والكرد والبلوش، بينما تلعب وسائل الإعلام دورا في تكريس مفهوم العنصرية الفارسية. وفي آخر ما تم رصده في هذا المجال هو استضافة برنامج تلفزيوني على القناة الرسمية لشخصية رجل كردي يرتدي زيه القومي، فيوجه له المذيع سؤالا عن سبب ارتدائه زي الرعاة، فينتفض الرجل الذي انتفضت كرامته فيقول له: هو رمز التحرر من براثين الظلم والأجانب، إنني أستدعي مجد أسلافي بارتداء هذا الزي عبر التاريخ. ولا تعتبر هذه الطريقة في الاستهانة والاستخفاف بأبناء القوميات غير الفارسية المنضوية تحت حكم الاحتلال الفارسي داخل جغرافية إيران السياسية جديدة على الإطلاق، فهي تتكرر بشكل متواصل، وسبق أن أججت إحدى المواقف العنصرية انتفاضة في الأحواز سميت بانتفاضة الكرامة، حيث بثت القنوات الرسمية وشبه الرسمية مجموعة مقاطع ساخرة تتناول شخصية العربي وتظهره بمظهر البلاهة والغباء وهو يرتدي الزي العربي. وتعتبر هذه العنصرية إحدى أسباب تنكيل محققي الاحتلال الفارسي بالمعتقلين من أبناء الشعوب غير الفارسية، حيث يتم تشريب هؤلاء الكراهية لغير الفارسي والسماح بالتعامل مع بقية القوميات وكأنهم أدنى مستوى من البشر، وهذا ما يدفع بالجلادين والمحققين إلى ممارسة أقصى أنواع التعذيب بمواطني الشعوب غير الفارسية، فحين تضع من مكانة الإنسان إلى ما دون مستوى البشرية فسيسهل أن تتعامل معه وكأنه مجرد حيوان ليس إلا. هذه العنصرية التي يرى القائمون على نظام الملال إنها تشكل حصنهم الحصين هي التي تعزز الشعور القومي للشعوب داخل جغرافية إيران وتدفع بهم إلى التطلع إلى الحرية والانتعاق من الظلم الواقع عليهم من تجبر وتكبر الفرس. إذن وللحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد جمال بوركريم رئيس حركة استقلال كردستان. سيد جمال، لقد تابعت معي التقرير ورأيت ما حصل مع هذا الرجل الكردي الذي حاول المذيع الاستهزاء بزيه القومي، وقد كان رد الرجل قويا صراحة حين قال: هو رمز التحرر من براثن الظلم والأجانب. برأيك كيف نفسر هذه العنصرية تجاه كل ما هو غير فارسي، حتى بات الشغل الشاغل للنظام الإيراني وأيضا أذرعه الإعلامية هو الحط من قدر الآخرين وإذلالهم؟ في البداية
مبارك 2 بهمن 72 لتأسيس سنة 72 لتأسيس دولة مهاباد، مبارك للشعب الكردي وأيضا لكل الدول أو الشعوب التحررية، وأبارك لكل الشعوب التي تطالب باستغلال دولها، كما أني أدعو أن نكون على طريق الشهداء الذين قدموا أنفسهم لقضاياهم، وأيضا لشهداء مثل الشهيد الشيخ خزعل الكعبي، وأيضا الشهيد مثل شهداء كاسبيان وشهيد دولة شهيد والرئيس دولة مهاباد. تحية أود واحترام لكم ولكل متابعين قناة أحوازنا الفضائية. فيما يخص الإهانات الذي تتوجه للشعب الكردي، هذه ليست المرة الأولى ولا المرة الأخيرة. هذه التهم في الواقع على جميع الشعوب الغير فارسية، ويواجهها جميع الشعوب الغير فارسية وليس فقط الأكراد. الفرس يسرقون التاريخ وهوية الشعوب في هذه الجغرافيا، جغرافيا ما تسمى إيران، ويحاولون يحقرون الشعوب الغير فارسية على حساب التمجيد بالقومية الفارسية، وهذا يجب أن ننتظر من هذه الدولة العدوة. وفي الواقع هذا عملهم، وهم يعني احتلوا أراضينا ويريدون احتلال لغتنا واحتلال هويتنا. ولا تصدقون أي إيراني يفكر بالديمقراطية أو ينوي للديمقراطية أبدا. لا إيران ولا أي إيراني سيخطو خطاه باتجاه الديمقراطية، وكل من يعتقد أنه إيران تتجه إلى الديمقراطية مخطئ. ولكن سيد جمال، الموضوع يتكرر كثيرا، وقد شهدنا من قبل استخفافا بالعرب عبر مقاطع ساخرة، وهي التي أججت انتفاضة الكرامة في الأحواز المحتل. ألا يتعلم الاحتلال برأيك من دروس التاريخ وما قد ينجم عن ردات فعل قد تعود عليه بالدمار الشامل؟ وفي هذا الخصوص يجب أن أقول لكم، كما قلت وكما تحدثت، أهانة هذا النظام الإرهابي هو بصورة ممنهجة يقع على شعوبنا، سواء على الآذريين الأتراك أو على الأكراد أو يوم آخر على الأحوازيين أو على الكاسبيان أو غيرهم. هذا ديداً هذا النظام، هذه ثقافة موجودة في ثقافة المحتل ويحاول تمريرها على الشعوب الغير فارسية، ونحن بكل تأكيد يجب أن نقف بوجه هؤلاء، ويجب أن نقف بقوة مقابل هؤلاء بوحدة وبتكاتف، نقف مقابل هذه السياسات الحاصلة من قبل هذا النظام. طبعا، ومن حق الجميع أيضا أن يسأل، ما الذي لدى الفارسي ولا يملكه الشاب الأحوازي أو الكردي حتى يتم تفضيل الأول واستبعاد الثاني من كافة فرص العيش والحياة الكريمة؟ فهذه العنصرية هي وراء كل ما يحصل في الأحواز من ارتفاع في نسب البطالة أيضا ومعدلات الانتحار بين الشباب، سواء الشاب الأحوازي أم الكردي.
شاهد الأحواز تكون على النفط، والدول اللي يوجد فيها نفط تعد من أغنى الدول في العالم، لكن الأحواز مع أنه يجب أن النفط يكون مركز لازدهار الأحواز، لكن نجد الأحوازيين مياه شرب ما عندهم بالوقت الذي هم جالسين على الذهب، على ذهب، على نفط. في كردستان في هنالك مواقع ومنابع طبيعية كثيرة من الغاز، من المياه وغيرها والزراعة وغيرها، لكن الأكراد يعيشون بفقر. البلوش وكذلك، الشعب الآذري وكذلك، الشعب الكاسبي وكذلك، دائما محرومين من أقل وأبسط حقوقهم. إيران أو الاحتلال ليس فقط محتل الأرض، وهم ليس فقط أعداء الشعوب الغير فارسية، وإنما التاريخ والهوية وكل ما يخص هذه الشعوب هم عدوا له. هم بالواقع يشوفون الأحوازيين، التاريخ الأحواز، القابات الأحواز، الأهوار الأحوازية عدو لهم، يشاهدون القابات الكردية عدو لهم من جانب الاقتصادي، من جانب الثقافي، من جانب الهوية، من جانب البيئة، من كل الجوانب يريدون أن هذه الشعوب تعاني، وهذا هو واقعهم. احتلوا هذه الأراضي حتى يدمرون هذه الأراضي، يدمرون هذه الشعوب. وإذا كنا ننتظر من هؤلاء ومسؤولي هذا النظام أن يتعاملون معنا بطيب، نحن مخطئون. هؤلاء مستحلين أراضينا، وهذا سبب وجودهم على أراضينا. وجودهم على أراضينا هو احتلال. إذا ما نواجه هذا الاحتلال معناها إحنا مخطئين. إذا ما نقف مع بعض، إذا ما نكون نبذل كل جهدنا لمواجهة هذا النظام، ما نقدر نتكلم. إحنا يجب أن نخرج هؤلاء من أراضينا، وندافع من أراضينا، ونطالب بتحرير أراضينا. إحنا باشر غدا نأتي ونتحدث على أنه نتكلم عن ديمقراطية وفيدرالية. لا، ليس كذلك. هؤلاء ليسوا مسؤولين ولا يجلسون ولا يتراجعون لخطوة الديمقراطية، ولا يفكرون بالديمقراطية. هؤلاء يوم بوجود هؤلاء يوم بعد الآخر أراضينا تذهب، أبناءنا تقتل، يمارس علينا الظلم والاضطهاد. وهذه الأنظمة، هذه أنظمة عدوانية، وكل من يأتي معهم على هذه العقلية يأتي بنفس المنهج، ومن يفكر غير ذلك هو مخطئ. نعم سيد جمال، برأيك إذا كان نظام الملالي، هذا النظام المستبد، ينظر إلى مسألة العنصرية وكأنها الحصن الحصين، ألا يعزز ذلك من عزلته الكاملة في المنطقة بل وفي المجتمع الدولي كاملا؟ هذا السؤال. نعم سيد جمال، برأيك إذا كان هذا النظام المستبد، نظام الملالي، ينظر إلى مسألة العنصرية وكأنها الحصن الحصين، ألا يعزز ذلك من عزلته في المنطقة وأيضا في المجتمع الدولي كاملا؟ نعم أوكي. نعم سيد جمال، برأيك إذا كان نظام الملالي، هذا النظام المستبد، ينظر إلى هذه العنصرية التي يمارسها وكأنها الحصن الحصين، برأيك ألا يعزز ذلك من عزلته الكاملة في المنطقة بل وفي العالم كله؟ ببینید
رژیم ایران مدام سعی بر این کرده که شاهد. تفرقه بندازه هذا النظام دائما يسعى ان يضع تفرقه وخلاف فيما بين الشعوب الغير فارسيه، ومع كل الاسف في بعض الموارد كان موفق بذلك، وفي بعض الأحيان بين الأكراد والبلوش والكرد والأذريين والكرد والعرب الأحوازيين وغيرهم، يعني يخلق بعض الخلافات، وهذه هي سياسته، فرق تسد، هذه هي السياسة المعتمدة لدى هذا النظام من فترة رضا خان إلى الآن، هذه السياسة الموحدة لديهم، هي هذه السياسة يسعون أن يمحون هوية الشعوب الغير فارسية ويدمرون الأرض وجغرافيتنا ويحتلون أراضينا، هذه سياستهم وهذا ديدنهم. نعم، وبرأيك هل هذا النوع من العنصرية يبرر ممارسة أبشع أنواع التعذيب ضد المعتقلين؟ وهذا أيضا ما يتجلى من خلال التهم الغير منطقية التي يوجهوها لهم باستمرار. ما برای مبارزة با این رژیم، نحن في مواجهة هذا النظام وكل الأنظمة يجب أن نعتمد على كل الطرق، لا نقف على مواجهة مدنية فقط، وإنما يجب أن نفكر بكل الطرق، ليس فقط في الحديث والمناورات السياسية وغيرها، نستطيع أن نستعيد حقوقنا، الحقوق تؤخذ ولا تعطى، يجب أن نأخذ هذه الحقوق من خلال العمل العسكري، من خلال العمل العسكري الذي نقهر به العدو، لأنه هذا العدو عدو إرهابي ويربي الإرهاب في داخله، إذن يجب أن نفعل ونقوم بفعل مواجهة هذا النظام للعالم أجمع، أنه إحنا نواجه الإرهاب، إحنا بسلاحنا نواجه هذا الإرهاب، وحربنا مع هذا الإرهاب هذا النظام هو دفاع عن النفس، هذا سلاحنا نرفعه للدفاع عن النفس، نحن بأراضينا وهذا العدو من دخل علينا على أراضينا، والدفاع عن أنفسنا هو حق مشروع نواجه به هذا النظام الإرهابي، وهذا بوقت يكون الذي نستطيع نحن الشعوب الغير فارسية نوجد بيننا اتحاد موحد، يجب ربما لا نستطيع كلا على حدة، أنا الكردي وأنت الأحوازي وغيرنا، لا نستطيع أن نفعل شيء، لكن إذا كنا يد واحدة، كنا مع بعض، كنا قادرين أن نكون بمواجهة هذا النظام، كل إحنا مع بعض سنحقق حقوقنا ونستطيع أن نقف بوجه هذا النظام. حقوقنا ليست إلا تحرير وطرد هذا العدو الإيراني الإرهابي من أراضينا. نعم سيد جمال، دعني أنتقل إلى موضوعنا الآخر. فالبارحة عقد مؤتمر لممثلي الشعوب غير الفارسية داخل جغرافيا إيران السياسية، وذلك أيضا بطريقة الفيديو كونفرنس، وأنت كنت حاضرا في هذا المؤتمر إلى جانب كل من سعيد حميدان رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وأيضا السيد ناصر بليدائي الممثل عن حزب الشعب البلوشي، وأيضا السيد صالح كامراني عن حزب أذربيجان المركزي، وحضرتك عن حزب استقلال كردستان. برأيك ما مدى أهمية هذه الخطوة في انضمام شعوب غير فارسية إلى ائتلاف الشعوب المتضررة من إرهاب النظام الإيراني الذي تم تأسيسه مؤخرا برعاية وتنسيق كاملين من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز؟ نعم، نحن منذ فترة نعمل على أننا نخلق حالة من الائتلاف فيما بيننا، ونجلس ونتفق
على وجود هذا الاحتلال على أراضينا، وبهذه النقطة كل احنا متفقين أن يجب أن نقف مع بعض وبأيادينا نقرر مصير أراضينا ودولنا، وليس أن الإيراني وشخص إيراني يأتي ليقرر لنا مصير شعوبنا ومصير أراضينا. وبهذه الاجتماعات نسعى أن نعمل ائتلاف فيما بين كل من تضرر من هذا النظام، من الشعوب الغير فارسية أو الشعوب العربية في المنطقة. نحن بهذا الائتلاف وصلنا إلى هذه النتيجة، أن يكون لنا منشور حقوق إنسان لكل الشعوب الغير فارسية المتضررة، الأحوازيين، البلوش، الكاسبيين، الكرد وغيرهم من الشعوب، ونعطي هذه للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية حول كل ما يعانيه الأكراد والأحوازيين وغيرهم، ونوصل هذه لدول العالم، نوصل للعالم أنه من خلال البيئة قاعدين يمحون من جانب البيئة، من جانب الطبي، من كل الجوانب يحاولون محو شعوبنا وقتل شعوبنا. هذه إذا استطعنا أن نسلط الضوء على هذه الأمور، ونحن اتفقنا على هذه الأمور أنه لدينا عدو مشترك، ربما في بعض الأحيان لدينا بعض الاختلافات في النظر، لكن الاختلاف في النظر لا يفسد بالود قضية، وهذا هذه الخلافات البسيطة لا تضعنا أنه أو لا تحصل خلاف فيما بيننا حتى نبتعد عن هذا الائتلاف، لأننا نتضرر أكثر من هذه النقاط، ضرر اللي وارد علينا من هذا النظام الإرهابي أكثر من اختلافنا، ونحاول بذل جهدنا في مواجهة هذا النظام، توحيد صفوفنا في مواجهة هذا النظام. نعم سيد جمال، بهذا الانضمام الجديد للشعوب غير الفارسية إلى الائتلاف المذكور، ماذا يمكن أن نتوقع من خطوات عملية في سبيل محاربة النظام الإيراني وانتهاكاته، سواء داخل جغرافيا إيران السياسية أم في الخارج؟ نحن في برنامجنا أن نخلق لوبي في الدول مع الدول العربية والغربية والأوروبية، نخلق لوبي، ومن خلال ذلك نستطيع أن نطرح قضايا الشعوب الغير فارسية، ونحن نسعى من خلال اللوبي أن نطرح القضية الأحوازية والكردية والبلوشية والكاسبية، أن نوصل هذه القضية، وإلى حد ما استطعنا أن نوصل هذا الموضوع، لكن نبذل جهد أكثر أن نخلي الدول كلها تيقن هذا الأمر، ونفهم العالم ونطرح للعالم أنه هذه أراضينا محتلة، ويجب للمحتل أن يخرج من أراضينا، ونحن البديل القادم لهذا النظام. يجب أن نوجد أصدقاء من الدول العربية والغربية ليكونوا إلى جانبنا، حتى معهم نعمل لتحرير أراضينا وطرد هذا المحتل من أراضينا. نعم، إذن هل من الممكن حقا أن نشهد تفاعلا أوسع مع هذا الائتلاف وأن يأخذ صدى داخل أروقة المجتمع الدولي وأيضا في وسائل الإعلام؟ بدون شك ما دارين ائتلاف سليمون، بكل تأكيد وبدون أي شك نسعى أن العالم كله والشعوب المتضررة من
إيران، ومرة أخرى أقول إنه يعني حقيقة أن توفقنا والكثيرين وقفوا إلى جانبنا ودعونا الكثيرين أن يكونون أو يشاركون معنا وصوتنا يوصل للعالم مثل ما حصل في 79 في إيران، ووصل صوت. وهذه الثورة أو تلك الثورة لم تطفئ، لم نخطئ كذلك الخطأ السابق أنه نأتي ونجلس للحديث مع النظام الإيراني والنظام الإيراني يعطينا حقوقنا. لا، بكل تأكيد لا نجلس ولا نتكلم ولا نتفاوض مع عدو إلا على الحدود، على رسم الحدود فقط. جلوسنا معهم، حديثنا معهم هو فقط على ترسيم الحدود وليس إلا. وهذا بكل تأكيد بائتلافنا وبوجود دول، مع وجود دول نتحدث معهم، وهذا لا يأتي إلا بعملنا، إلا بوجودنا، إلا بتكاتفنا مع بعض. وهذا النظام كل العالم يعرف هذا النظام، والدول الديكتاتورية لا تستطيع أن تدوم أكثر من 40 سنة، وهذه الشعوب تمل من هكذا أنظمة وتقف بوجه هذه الأنظمة، والشرق الأوسط شاهد على ذلك. وبكل تأكيد المرحلة القادمة الشعوب ستقف وستسقط هذا النظام، ونحن نعرف يعني إذا عندما أتى هذا النظام صدر بقتل الأكراد، صدر قرار بقتل الأكراد، بقتل الأحوازيين، باعتقال الأحوازيين واعتقال الأكراد، وبدأ بقمع الشعوب الغير فارسية، وهذا يعني وحتى الآن مستمر بهذا، وهذا يعطي دليل على أنه هذا النظام انتهى، وبالمرحلة القادمة لم يكن هنالك أي دور لهذا النظام. نعم سيد جمال، كيف تنظرون شخصيا لدور حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في دفع المسار السياسي للقضية الأحوازية، وخاصة بعد مؤتمر روما الأخير الذي ناقش انتهاكات النظام الإيراني في المنطقة وقد لقي تفاعلا دوليا واسعا منقطع النظير؟ كل الأسف يجب أن نقول قبل أن حركة النضال العربي لتحرير الأحواز تعمل هذا الحراك، مع كل الأسف يعني لم يكن حراك جيد للأحوازيين قبل الحركة، وحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أحيت القضية الأحوازية بعملها. كانت القضية الأحوازية تمحى من الأذهان، لكن حركة النضال أعادت للأذهان القضية الأحوازية، وعندما أتت اليوم بعمل وبحضورها بالدول الأوروبية ليس في المنطقة، وإنما اليوم أتت لتعريف القضية الأحوازية وللتعريف بالقضية الأحوازية في العالم الأوروبي، في العالم الغربي، وهذا هذه الخطوة حقيقة خطوة قوية. إيطاليا تقريبا هي تحظى على أغلب الكراسي في الاتحاد الأوروبي، إذن هذه خطوة قوية جدا هم لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز وأيضا للشعب الأحوازي، وهذه العلاقات تساعد بطرح القضية، قضيات القضية الأحوازية وقضية الشعوب الغير فارسية في البرلمانات الأوروبية. أبارك لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز حدوث هذا المؤتمر، خاصة بهذه المرحلة في هكذا وقت، في وقت وجود فيروس كورونا. حقيقة يجب أن نبارك لحركة النضال هذا الجهد الذي بذلته لتعريف القضية الأحوازية وقضية الشعوب الغير فارسية في العالم.
نعم سيد جمال، كان ذلك حول حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، ولكن هل تعولون أيضا على الدول التي لا تجمعها مصالح مشتركة مع النظام الإيراني، وخاصة دول الخليج التي تحمل ذات الأهداف وأيضا ذات المسعى في محاربة إيران وأذرعها في المنطقة؟ شاهد دول المنطقة والدول الخليجية، أهمها الدول العربية، اليمن وكل الدول العربية اللي تعتبر الدول الخليجية في الخليج العربي، كلهم تضرروا من هذا النظام، إرهاب هذا النظام. ما في مكان ما توجد خطوات من إرهاب هذا النظام، لم يوجد توجد نقطة، لم نشاهد دور الإرهاب الإيراني في الدول، في قرارات الدول، في يعني في كل تفاصيل الدول في المنطقة. وهذه الدول وصلت إلى أنه هذا النظام يجب أن يتم تغييره، والحمد لله أنه هذه الدول، دول المنطقة، شافت ولامست أن هذا النظام نظام إرهابي يريد أن يكون ولاية الله في العالم، ويعني نفسه ولي الفقيه في العالم، ويريد أن يكون هو الصاحب لكل الفتاوى الإسلامية ولكل المسلمين. وهذه الخطوات ووصوله إلى السلاح النووي هذا أكبر خطأ، ليس في الشرق الأوسط وإنما لكل العالم، لأنه كل العالم إذا إيران وصل إلى الصاروخ النووي والقنبلة النووية يستطيع أن يضعها بيد كل الميليشيات من حزب الله، من الحوثيين، من الميليشيات العراقية وغيرهم من الميليشيات، ويستفاد من عندهم في وجود هذه القنبلة النووية أن يخلق حروب في العالم وليس في المنطقة فقط، حتى يكون الحرب بعيد عنا، يخلق حروب بسوريا، يخلق حروب في اليمن، يخلق حروب في العراق والكثير من الدول، وحتى يبعد الحرب من نفسه. والبعض من الدول اللي ما شاهدت هذا الإرهاب الإيراني مع كل الأسف، هذا نقطة أسف لهذه الدول، والحمد لله أغلب الدول عرفت ذلك، والحمد لله أغلب الدول يعني خلقت ائتلاف لمواجهة هذا الإرهاب الإيراني. نعم، ولكن على الصعيد الدولي ماذا تتأملون أنتم شخصيا من الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل الأصوات التي تطالب هذه الإدارة في الحفاظ على ذات السياسة في التعامل مع النظام الإيراني وممارسة المزيد من الضغط عليه؟ نحن في الفترة اللي نناضل فيها بحق شعوبنا خلقنا علاقات مع دول العالم، عملنا على لوبيات في الدول الأوروبية والغربية والكثير من دول العالم، وخلقنا بعض العلاقات حتى نضعف هذا النظام ونصل إلى تحرير شعوبنا، نمد يد العون لكل الدول العالم، والذين أصدقاء الذين ضد هذا النظام هم نعتبرهم أخواننا وأصدقائنا لأنه عدونا واحد. وبهذا الأمر على أننا ائتلاف الشعوب الغير فارسية مع الكثير من الدول العالم، فتحنا علاقات وطرحنا هذه الأمور عليهم في الوقت الذي هم
اطلعوا على أمورنا واطلعوا على اضطهاد شعوبنا، بكل تأكيد سيقفون إلى جانبنا ويساعدوننا في مواجهة هذا النظام. نحن استطاعنا إلى حد ما أن نصل لهذه المرحلة، لكن ربما لم نصل إلى ما هو مطلوب من جانبنا. نسعى أن نصل أكثر وأكثر وأن نحقق أكثر وأكثر بجهدنا من أصدقاء ومن وقوف دول إلى جانبنا من خلال اللوبيات وغيرها، لأنه من يسمي نفسه المعارضة الإيرانية من المجاهدين خلق والبهلويين، لماذا لهم مشروع أن يجلسون مع الدول الغربية ودول العالم كلها، لكن إلي أنا ككردي أو أحوازي أو بلوشي أو آذري أو كاسبيان غير مشروع. لهذا إذا أريد أن أوصل دولتي إلى التحرير، يجب أنه أمد يد العون لكل الدول المتضررة ويعرفون أن هذا النظام نظام إرهابي، أمد يد العون ونقف مع بعض وأعاهدهم على العمل في مواجهة هذا النظام. نعم، كل الشكر للسيد جمال بوركريم رئيس حركة استقلال كردستان، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. إذن وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج روافد الخبر. مشاهدينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.